بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم إن شاء الله بإذن الله تحت العنوان Using Keyboard Shortcuts. الجزئية دي يا جماعة خاصة بالشورت كاتس بتاعت الكيبورد، بتخلي الدنيا أسهل وأسرع وكده، لأن في الغالب الحاجات دي مش هتيجي غير بالممارسة يعني. ف انا بنفضل نشير الرابط للناس عشان هي تتعامل معانا، مش هنقعد نفصل بقى والله كل زرار بيبتدي يعمل ايه. كما اني في الغالب نسبه كبيره من الكل من الاستخدام للزراير بيبقى المور كومون على الاوفيس، يعني مثلا كنترول اي سيلكت اول، كنترول بي بول، كنترول سي، كنترول في، كنترول اكس، كنترول جي، كنترول دي، الكلام ده كله دوبليكيت اوبن وار، الكلام اللي هو المشهور يعني. لكن هحاول ان شاء الله نشير لينك عند الناس. الحاجات ديت بتخلي الامور تبقى اسهل، خصوصا ان انت بتتعامل مع في السلايد فيو يعني انت موجود في دور السلايد فيو، بتتعامل مع الاوبجكتس بتاعك ما بين صور ما بين نصوص ما بين حاجات مختلفه، فانت ساعات بتضطر تعمل جروبنج، ساعات بتضطر تفك جروب وتطلع حاجه، فالشورت كاتس دي هتحاول تسهل عليك حاجات كتيره يعني. طيب الجانب التاني كمان، انت ممكن تعمل كاستمايزنج او تعمل انت الشورت كاتس بتاعتك انت، يعني زي المشهد لو انا كنت رحت يا جماعه وضغطت مثلا كليك يمين وقلت له الله يشو كويك يو كويك اكسس تول بار، فاديني والله الكويك اكسس ده، انا ممكن ابتدي اعمل له كنترول زي ما انا عايز. يعني والله نفرض مثلا ان الكويك اكسس ده انا عايز اخلي فيه مثلا النيو سينس، هضغط كليك يمين عليها واقول والله اد تو مش عارف مين، هلاقيها اتضافت عندي. تمام، انا ممكن اعمل لها كليك يمين وابتدي اشيلها، كما اني ممكن اضغط كليك يمين واشيل المشهد خالص، اشيل الزرار ده خالص. ده بالنسبه للجانب اللي هو كان خاص بالكيبورد شورت كاتس. ان شاء الله باذن الله نشير الرابط ده للناس عشان تحاول تتعامل مع مجموعه الاوامر ديت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.